السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة عن التوتال ني أرثروبلاستي. عشان البيشنت يعمل توتال ني أرثروبلاستي لازم يكون في عنده بروبلمز معينة. زي ايه؟ زي اما يكون عنده very severe pain، البين ده بيعمل restriction للفانكشنز بتاعته، أو إحنا شايفين في الإكس راي بتاعة البيشنت فيها significant degeneration في الجوينت، زي في حالات الأوستيو أرثرايتس والروماتويد أرثرايتس. كمان لو كل الكونسيرفاتيف ميثودز أوف تريتمنت زي الميديكال تريتمنت أو الفيزيكال ثيرابي failed to relieve patient's pain و regain الفانكشن النورمال فانكشن بتاعته. البيشنت ده مش اي بيشنت بنعمل له ني ارثروبلاستي. في اليانج ايج هي مش مستحبه، ويعني ريلاتيفلي كونتر انديكيتد، لانه ممكن يحتاج افتر 10 ييرز ان هو يعمل انذر ارثروبلاستي. طيب، وجدوا ان الميلز والفيميلز في الاولد ايج بيستفيدوا من الارثروبلاستي زي بعض، وكمان الـ patients اللي over 80 years ودول عايزين يعملوا bilateral knee arthroplasty، دول عندهم problems في ممكن يحصل لهم post operative complications، وممكن يحصل لهم كمان cardiopulmonary complications. طب عايزين نتكلم بقى عن rehabilitation for total knee arthroplasty. total knee arthroplasty الريهابيليتيشن بتاع التوتال ني ارثروبلاستي بيعتمد على ميني فاكتورز، منها الكومبوننت ديزاين. هل الديزاين نفسه شكله ازاي؟ هل هو هيبقى بارشال ولا هيبقى كومبليت؟ الميثود اوف فيكسيشن هيبقى فيه سيمنتد ولا نون سيمنتد؟ الكواليتي اوف بون، البون ده هيلثي بون ولا ديزيزد بون؟ هل البيشنت ده عنده اوستيوبوروزيس ولا ما عندوش؟ التكنيك اللي بيستخدمها السيرجن في الاوبريشن، كل الحاجات دي بتأثر على الريهابيليتيشن بتاعنا، عشان كده لازم يبقى فيه كونتاكت مع السيرجن. برضو البروجرام بيعدي على الثري فيزز، الاميديات بوست اوبراتيف فيز اللي هي بتبقى الماكسيمم بروتكتيف فيز، وفي خلال الفتره دي البيشنت بيحتاج اسيستنس في كل حاجة، بيحتاج اسيستنس في البيد موبيليتي والاي دي ال وترانسفيرز والامبيوليشن، كل طول الوقت هو محتاج حد يعمل له ايه اسيستنس. البيشنت في بنشجعه ان هو يعمل امبيوليشن من الفيرست داي، بيستخدم ووكر عشان يقدر يتحرك بيها ويكون معاه ريلاتيف. تمام، يهمنا كمان ان احنا regain the range of motion as quickly as possible، بقدر الامكان نجيب range of motion. فخلال ال immediate post operative period ال patient يقدر يجيب 90 degrees flexion في ال knee joint. تمام، وكل ما يجيبها early عشان يجيب range of motion بنستخدم ال CPM ال continuous passive movement machine عشان to gain range of motion gradually في الفليكشن والاكستنشن، وكمان ممكن نستخدم الهيل دراجينج. البيشنت يعمل هيل دراجينج وممكن يعمل يقعد على البيد سايد ويعمل ريلاكسد ني موفمنتس عن طريق ان هو بيعمل سبورتنج للافكتد لمب على الساوند لمب، ودايما لما ينام ما ينامش يحط فيه بيلو اندر ذا ني، دايما يحافظ على الني في الاكستنشن. كمان نبتدي مع البيشن ده اكتف واكتف اسيستيف اكسرسايزز جرادوالي، ننقل على قد البيشن ما يقدر. ومهم برضه في خلال الفترة دي ان البيشن يقدر يعمل كنترول على المسلز بتاعته ويقدر يعمل اكتف رينج اوف موشن. بعد كده نبتدي ننقل على المودريت بروتكشن فيز اللي هي الفيز 2، وفي خلال الفتره دي يكون البيشنت اصلا هو جاب ال 90 ديجريز في الفيرست ايه في الفيرست فيز.
البيشنت محتاج 90 degrees علشان يقدر يعمل up down stairs، محتاج 105 degrees عشان يقدر يعمل raising up من low chair، ومحتاج 5 to 6 weeks after surgery عشان يجيب الفول extension، يقدر يمنتين الفول extension of the knee joint. وفي خلال الفترة دي كمان ممكن يوصل ل 110 or 20 degrees of flexion، يبقى ده good range. تمام، شوية شوية بقى في خلال الفترة دي بنعمل اللي هي moderate protection phase، بنساعد البيشنت ان هو يزود الاسترنس بتاعته gradually من عن طريق الاسترنس training exercises و progressive resistive exercises. البيشنت ده يقدر يستخدم ويتس، يقدر يستخدم الايروبيك اكسرسايزز والرينج اوف موشن اكسرسايزز، ونقدر نبتدي له جراديوال الكاينيتيك الكروس كاينيتيك تشين اكسرسايزز. كمان البيشنت يبتدي يعمل بالانس اكسرسايزز وبروبريسبتيف اكسرسايزز، وشويه شويه نزود الكونتراكشن. اخر فيز اللي هي المينيمم بروتكشن فيز، عايزين نوصل البيشنت فيها للنورمال جيت. هو طبعا بيمشي يكون بقى لما يوصل على المينيمم بروتكشن جيت بيبقى معاه كين، بيمشي على الكين ده وشويه شويه بنبتدي نعمل لها ريموفل. شويه شويه البيشنت ده خلاص المفروض بيعمل الاي دي ال اكتيفيتيز اندبندنت، وشويه شويه ان احنا بنزود الفانكشنال اكتيفيتيز البيشنت بيعملها بنعمل لها بروجريشن، وبرده بنصعب البروبريسبتيف تريننج بيبقى مور ديفيكلت عن طريق ان هو بدل ما كان بيعمل مثلا دبل ليج اكسرسايز، لا هو يبتدي يعمل سنجل ليم، ونزود الهايت بتاع الوبل بورد. ممكن بدل ما كان بيعملها في السيتنج بوزيشن يبتدي يعملها في الستاندنج بوزيشن، ونركز على البالانس اكسرسايزز. ممكن البيشنت ده نشيل منه الكين بعد 3 مانث ويقدر يمشي اندبندنت جيت، يعمل ووكينج نورمال جيت وزاوت اي كي. البيشنت اللي عامل توتال ني ارثروبلاستي ممكن يتعرض لكومبليكيشنز كتيره، المفروض ان احنا نعملها افويدنس. ممكن يحصل له وند انفكشنز، ممكن يحصل له ديب فينس ثرومبوزس، ممكن يحصل له فراكتشرز مختلفه، ممكن يحصل له ليميتيشن في رينج اوف موشن وريستريكشن وستيفنس، واحنا مش عايزين كل الحاجات دي تحصل، فاحنا نعمل لها ايه، نعمل لها بريفنشن. تمام، كده خلصنا. ثانك يو.